السلام عليكم. اليوم راني في جولة في الجزائر العاصمة، راح ندير عدة فيديوهات على الجزائر في بعض الجوانب، إن شاء الله تكون فيها متابعة، لأنه الفيديوهات هذه إن شاء الله راح تكون رائعة كجواب لواحد الناس اللي راهم يقولوا بلي العاصمة الجزائرية هي أسوأ مدينة للعيش فيها. انا راح نقول لهم العكس. انا نخليكم تتابعوا هذه الفيديوهات، والسلام عليكم. Thank you.
Thank you.